أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن لقطاع الإعلام دور بارز في دعم الجهود التنموية على مختلف الأصعدة، وهو رافد هام في مسار تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم لما يحمله من مسؤولية كبيرة نحو مختلف القضايا والتحديات عبر نقل الرسائل البناءة وتكريس قيم المصداقية والموضوعية، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون الإعلامي العربي بما يدعم مسيرة النمو والتطوير في الدول العربية ويحقق تطلعات أبنائها تماشيا مع رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية. نعم، جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تستضيفها مملكة البحرين برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، معربا سموه عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب بالتوفيق والنجاح، وأن تكون مخرجات الاجتماعات دافعا لمزيد من التطوير في القطاع الإعلامي العربي بما يحقق الأهداف المنشودة. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تطوير العمل العربي المشترك في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من النماء والتقدم.